مناطق قد لا تسكنها حتى الأشباح بعد أن انعدمت فيها صور الحياة، فلم يبقى حجر على حجر في أغلب شمال قطاع غزة بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازله ومدارسه ومشافيه وحتى دور العبادة فيه. حتى وإن صمدت بعض المباني أمام قصف الاحتلال لشمال غزة بل وجنوبها براً وبحراً وجواً، فإنها باتت غير صالحة للسكنة وقد تنهار في أي لحظة بسبب الأضرار التي لحقت بها. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوانى في استخدام المتفجرات شديدة التدمير والمحرمة دولياً في عدوانه على المناطق السكنية المكتظة بالسكان، فدفن الآلاف منهم تحت أنقاض مبانيها وأخفى معالمها. عشرات الآلاف من منازل شمال غزة وما يعادل 45% من مباني القطاع سويت بالأرض، ولو عاد إليها أهلها فلن يميزوا شوارع وأزقة كانت تعج يوماً بالحركة وتنبض بالحياة، فأصبحت خاوية على عروشها لا يميزها إلا رائحة الموت. يرفضون ترك أرضهم التي ضاقت عليهم بما رحبت، ورغم الدمار الذي عاشوه، دمار قد يستغرق محو صوره وآلامه سنوات عدة، ليس من فوق البسيطة فحسب ولكن من عقول وقلوب المنكوبين، فلا بيت فلسطينياً لم يدفن شهيداً أو يداوي جريحاً أو يفتش عن مفقود جراء عدوان إسرائيلي وحشي. ويبقى الأمل في مساندة دولية إنسانية لهؤلاء الثكلى تخفف عنهم مآسيهم وتوفر لهم شعوراً بالأمن والأمان يتمكنون فيه من استعادة ولو حتى ذكريات يشوشها الخوف والنزوح قبل أن يستعيدوا الجدران التي ضمتهم يوماً هم وأحباءهم.